السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم في قناة أسهل الطرق من كندا. بس اليوم إحنا داخل كندا، بس راح نتكلم عن غير دولة. راح أتكلم عن فيزا تأخذها بمدة 24 ساعة فقط. تتذكرون الحلقة السابقة أنا حكيت عن موضوع وتكلمت عن الفيزا، شخص أخذ فيزا لليابان بس هو نزل بها وين؟ ترانزيت في هولندا وحصل بيها لجوء وبجوازه العراقي وبطريقة رسمية. إذا ما متابعها للحلقة تشوفها وفتيها. اليوم راح نتكلم عن فيزا تأخذ خلال 24 ساعة، ما تحتاج بها عقد عمل، ما تحتاج بها شهادة خبرة، ما تحتاج بها شهادة لغة، ما تحتاج بها أي شهادة علمية. يعني حتى لو انت كنت ما تعرف لا تقرأ ولا تكتب لغة عربية. الطريقة شلون؟ اول شيء الفيزا 602، هاي الفيزا فيزا استرالية، الفيزا استرالية 602 فيزا مرضية. يعني اذا تريد تروح تتعالج الى استراليا او اذا تريد تتبرع بعضاء الى داخل استراليا بهاي الفيزا. بس أنا شلون أستفاد من هاي الفيزا؟ إحنا ودائما أقول بكل الحلقات السابقة إنه القانون الدولي أو قانون الناس أو قانون العالم لازم بشيء اسمه ثغرة. بس قانون رب العالمين هو قانون كامل ما بي أي ثغرة. إذن أنا شلون أقدر أسوي بهاي؟ أمرض نفسي، أضرب نفسي، أجرح نفسي؟ لا، ما تسوي كل شيء من هالأشياء. الشيء البسيط تقدر تسوي الحالة النفسية، المرض النفسي. يعني إذا أنت عايش في بلدك أو عايش في أي بلد ثاني، بتروح على الدكتور نفسي وتكلمه وتقول له أنا شخص اسمي كذا، أسوي لي حالة نفسية أو مرض نفسي، وتكتب لي اسم المرض النفسي وتكتب به هذا التقرير المرض النفسي والتاريخ، وتكتب لا يوجد له طرق علاج داخل هذا البلد اللي عايش به. ليش؟ اول شيء لان هذا التقرير راح تترجمه باللغة الانجليزية، راح تترجمه باللغة الانجليزية. انا عندي ليستة نزلها اسفل الفيديو صندوق الوصف، كل العيادات النفسية الموجودة في أستراليا. أنا شو أسوي؟ ما أحتاج حتى سيرة ذاتية، أنا أدز هذا التقرير المترجم باللغة الإنجليزية وأطلب موعد من العيادة وأذكر أنا بأي دولة عايش. بهاي الطريقة البسيطة جدا اللي ما راح تكلفك فلوس ولا راح يأخذون منك فلوس ولا راح يقولك دزلنا فلوس الموعد ولا أصلا حتى الفيزا 602 من تقدم عليها انت وعائلتك كلهم من تطلعون سوية على هالفيزا بشخص واحد يكون عندكم مريض ما ياخذون منكم فلوس الفيزا. وطريقة التقديم بسيطة، تكون على الانترنت او تكون على السفارة الاسترالية. خلينا نكمل. انت من تسوي التقرير او انت من تسوين هذا التقرير وتقلبيه او تترجميه للغة الانجليزية، راح ترسلي عدة عيادات موجودة في أستراليا. أنا منزل الرابط مالتهم أسفل الفيديو. لازم واحد بيهم راح يجاوبك علي ويقول لك تعال ويسوي لك ورقة موعد. يعني يطبع لك، يكتب لك، يدز لك إيميل مكتوب به الموعد، مكتوب به التاريخ، مكتوب به أي مستشفى أو أي عيادة واسمها وعلوانها وعلوان الدكتور. وهاي كلها ببلاش. شو تسوي بعد؟ انت محتاج اول شي جوازك يكون صالح لمدة 6 شهور. اثنين، محتاج منك ورقة عدم محكومية، يعني انت ما مسوي جرائم جنائية في داخل البلد العايش به خلال هذا 6 شهور. يعني مثلا انا عراقي وعايش بتركيا ومقيم في تركيا صار لي عبرت 6 شهور، فلازم أنا أطلع الورقة من تركيا، ما أطلعها من العراق.
واذا انا عراقي وعايش داخل العراق فقط فاطلعها من العراق. هاي او ثاني شيء انه ورقة عدم محكومية. ثلاثة اطلع ورقة اسمها الفحوص الطبية. هاي الفحوص الطبية مو الا السفارة هي تطلق ورقة. انت تسوي فحوص طبية للامراض المعدية انك خالي من الامراض المعدية. سوي فحص طبي انك خالي من الامراض المعدية مثل السيل مثل الكورونا كل هاي الامراض عفاكم وعافانا الله. هاي الشغلة تخلصها وياها صورتين لكل شخص تخليهن فايل. ورا خامس شيء يردون منك الشغلة الكشف الحساب. لان انت اول شيء ما رايح عن طريق الامم المتحدة وما رايح بعقد عمل، انت رايح بعلاج. انا افهمك هسه شلون نسوي كشف الحساب، بس قبل راح تسألني سؤال. انا اذا رحت هناك شو اسوي باستراليا؟ سؤالك هو انا شو اسوي باستراليا اذا اروح هناك؟ انا رحت بفيزا. حبيبي ما دام حطيت رجلك داخل استراليا ما حد يقدر يطلعك. اول شيء تقدر تقدم على طلب اللجوء داخل استراليا بطريقة الشرعية والدخول الشرعي. يعني انت ما جاي تهريب الاستراليا حتى تخاف ما يقبلوك، حتى يخاف يعذبوك، حتى يخاف يودوك. لا، انت داخل استراليا بطريقة شرعية وتتقدم طلب لجوء بطريقة شرعية. الشغلة ثانية تقدر تبحث عن عمل. واني همينة اقدر انزل لكم رابط كل الجمعيات الإسلامية الموجودة في أستراليا اللي تساعد المهاجرين والجايين الفيز حتى يستقرون داخل أستراليا بس الجايين بطريقة شرعية. انت هنا تدور على عقد عمل او تطلب لجوء حسب رغبتك ورغبة عائلتك. وطبعا اللجوء لازم يكون عليك خطر عليك وعلى عائلتك، تجمع سياسي، تجمع طائفي، تجمع عنصري، من هاي الأشياء وتكملها وترتب القصة. نرجع الكلام الكشف الحساب. حق يا عزيزي انت هسه تقول لي انا ما عندي كشف حساب، مين اجيب كشف حساب؟ عزيزي اي مكتب سفرية موجود في بلدك يقدر يسوي لك كشف حساب مؤقت. طبعا هو كشف الحساب مذاكرين بيز يريدون فلوس، بس انت تقدر اي مكتب يسوي لك كشف حساب مؤقت يسوي لك هو مكتب السفريات، لان هم اختصاص هاي السوالف وهاي الشغلة. بس راح تقول لي هذا مزور وانا راح اسوي اوراق واني كذا. اخي العزيز خل اذكر لك قصة واحد ما اريد اذكر جنسي. هو سوى راح جنس كويتي وتزوج كويتي وخلف جهال على انه كويتي وراح خدم بالجيش الكويتي وصار له 15 سنة بالكويت. هسه يلا عرفوا انه ما عنده جنسية كويتية والورقة شهادة الجنسية الكويتية كان ده يمشي بيها ودخل الجيش وتزوج بيها وعاش بيها، طلعت اصلا مو حقيقية هاي الورقة. فانت لا تجي تقول لي هاي كذا هذا كذا هذا هيجي وتتخوف من نفسك. انا قلت لك ببداية الحلقة كل شيء بيه ثغرة الا رب العالمين، ما عنده اي ثغرة باي قانون، سبحانه هو الخالق. المهم كل الروابط موجودة في صندوق الوصف. لا تنسى الاشتراك بالقناة واضغط اللايك واضغط اللايك. واتمنى لكم الخير والعافية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.